السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي عشاق الثقه، كما عودناكم دائما بجديد احنا وعدناكم والحمد لله هذا من فضل ربي خويا خليل ولحقنا النهار هذايا بعد ما درنا لكم المفاجاه الكبيره تاع السحب اللي درناه اخر الهدايا اللي درناهم وقلنا لكم باللي احنا عند لكم هذه راسمان لي بروموسيون حتى نتوما ما تامنوش لا بروموسيون راهي مده شهر ان شاء الله هذه السمانه بدينا السلام عليكم هذه الخطره كما يقولوا مرحبا بكم على تجور في محلات اثاث الثقه اثاث الثقه كما عودتكم بعد ما درنا لكم البيلوت والكوكياج لو صالون كوكياج هذه الخطره حندير لكم النوتر صالون بصح قبل ما نبداو لكم لو صالون اللي راح نوريه لكم اليوم راح يكون عندكم مفاجاه من العيار الثقيل حاب يقول انتظرونا فيه كما يقول لك في اللايف تاع الصواري ولا اللايف المباشر اللي تجور في النهار اللي راه يكون معكم خويا حليم بعد ما كنا كما يقولك اليوم الثالث على التوالي راح نديرو مش من الصالون اليوم راح نديرو من الصالون ان شاء الله عندكم لكم اكس اس اكس اس هذا معروف في محل اثاث الثقه خوتنا راح ندير لكم معاه طابل باس وزيدوا لهم خويا خليل نزيدوا معاهم طابل جيكود حاب يقول كما درنا لكم في لو برومي صالون تاع لو كوكياج هذه الخطره راح ندير لكم في صالون اكس اس تاع سات بلاس حاجه مانيفيك حاجه اللي مخدومه من صنع محلات اثاث الثقه حاب يقول فيه لا غارونتي وفيه كما يقول لك السعر وفيه الجوده وفيه لي هدايا طابله اللي بيها بولادها صدقوني خوتي لو كنت تساوم الطابله هذه وزيد تساوم الطابله هذه راح يسخم لكم الصالون مع النقل ناس الصحراء ناس الشرق ناس الغرب ناس الوسط ناس القبائل الحرار راكم هنا في محلات اثاث الثقه من هذا المنبر واش راح نقول لهم خويا حليم نقولوا لهم خوتي خواتاتي ان شاء الله نزوركم كما قلت نقول لكم ولايه بولايه ودائره بدائره وقوره بقوره خوتنا هذا لو صالون اللي معروف عندنا في محل اثاث الثقه هو اكس اس والحمد لله حنا البطل نمدوا فيها لا غارونتي خوتنا لا غارونتي في محل اثاث الثقه كاينه بعد ما درنا لكم كوكياجا ودرنا لكم بيروت اليوم كتب ربي راه عندكم اكس اس اكس اس هذا هي اللي يخدم سات بلاس والسعر تاعو خونا حتى الدم تامش ولا وجه السعر تاعو والجوده السعر تاعو والجوده نبدا لهم بالطروا بلاص نوري لهم السلعه كيما بسم الله بسم الله كما يقولوا ان شاء الله حاجه اللي تصلحكم بعد ما شفتوا البارح البيروت ها هو البيروت اللي كنتوا تشوفوا في عين مباشر اليوم راح عندكم اكس اس ونزيد نشرحوا لكم انا وخويا خالد هذا اكس اس اللي يخدم في السات بلاص الماطا تاعو تخدم بالديتون خويا خالد خشينه حاجه خشينه وحاجه بيان فيني هذا الاكس اس اكس اس هذايا هو ديمونطاب للمراه كي تحب تشوف حاجه كما يقولوا هذا ديمونطاب حاجه ما شاء الله وفيه هنايا في الظهر كما يقولك ثاني مخدومه كامل باللاوات كامل باللاوات حاب يقول ما تخافش زعما كان تكرفص وتقعد كيما دير لها كيما تولي ولي جوتي هديه من مؤسسه اثاث الثقه لا فينيسيو تاعو وري لهم باش مخدوم لداخل هذه حاجه معروفه خاوتنا هذا الصالون يخدم لداخل بالبولوش لي بي تاعو يخدموا بالات انا لي كودوال حاجه دير حاجه من نوع رافي خوتنا وان شاء الله هذا صالو جميع لي داكات بارك الله على كل حال وحنا ماذا بينا ان شاء الله نزيدوا جولنا المحل ولا يرام اور ولايات وبعاد بالنسبه لنا حنا مشاو بعد خوتنا اتصل بنا على الارقام تاعنا في اي لحظه الصالو هذا يكون في دارك سواء في الصحراء ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا في الشرق احنا رانا في خدمتكم 24 ساعه 24 ساعه الصالو هذا الاي بلاس تاعو كما عودناكم الامبلاس تاعو حاجه فخمه حاجه في الجيون لا فينيسيون ديكور شوف خدمنا هنايا في ليكوتي درنا له ان ديكور بلي بوطون حاجه بيان فيني حاجه خشينه شوف لا فينيسيون من تحت اخويا توجور انا نوريكم تاع الامبلاس كما وريتكم في البيلوت في وسمو حاجه شوفوا لي فيه خاوتنا بوقت بفيناج حاجه من نوع رافي خويا حاجه خشينه حاجه اللي تبيع روحها في محلات اثاث الثقه نروحوا لدوكا للدو بلاص تاعو لا فينيسو تاع دو بلاص حالي مورينو لا فينيسو سير داير لا فينيسو خاوتنا كيما قلنا لكم هذا كودوار مخدوم بالبوا داخل بالبوا هاي اكس اس تاعو باش تكون عندكم معلومه خاوتنا هذه هي اكس اس سمينا اكس اس وهاي خاوتنا شوفوا على المباشر وان شاء الله الجوده لا فينيسو من اللور زيد ورينا لا فينيسو من اللور كانوا الصالون تاعنا كيما عودناهم كل يوم نوري لهم كاع لي صالون ان شاء الله فينيسيون من اللور بيان بيان فيني ومام لو تيسيو حاجه شابه اونتي طاش في الباولو حاب يقول باللهجه تمسح برودوي نيتواير تمسح لي كولور
شوف شراح تشوف، راه عندنا بليزيور كولور في محلات اثاث الثقه. اي كولور تعجبك في محل اثاث الثقه احنا نخدموها لك، ما عندناش حتى مشكل خوتنا. خوتي خواتاتي راكم تشوفوا معنا فينا على المباشر ان شاء الله، وانا خويا خالد مازال تسمعنا ومازال كاين مفاجات كبار في محلات اثاث الثقه. خوتي خواتاتي واش نقول لكم؟ ان شاء الله كما عودناكم بعد ما درنا لكم كوكياجا ودرنا لكم بيروت، اليوم كتب ربي والحقنا اكس اس، اكس اس هذا اللي نعاود لكم الساعه تاعو. راهو ب 13 وتنم يا خويا خليل، ونعطيكم معاهم ان طابل كيما رانا نقول لكم، فيها طابله غراتوي وفيها طابل جيكونت غراتوي مهديه من محلات اثاث الثقه. حنا ما عليكم غير نقول لكم ابوني، كثروا لنا من ابوني، ديروا لنا الجام، حنا العائله كبيره حبي يقول بكم اللي وصلنا المستوى، نحن الاصل والباقي التقليد. رانا في القليعه ولايه تيبازا امام مخبر تحاليل الدم. خوتي خواتاتي كما قلت لكم ان شاء الله جميع الولايات لو يشوفوا فينا على المباشر وما جابش الحق، حنا اتصل بنا على الارقام الخاصه ونجيبوه لك حتى دارك وخلص في دارك. خوتنا رانا دايرين البروموسيون هذه مده شهر ان شاء الله، هذه السيمانه ان شاء الله كما قلت لكم درنا لكم كوكياجا كما كنتوا معنا على المباشر، وزدنا لكم بيروت اليوم ربي كتب ربي ولحقنا اكس اس. خوتنا انا داير له طابله بها بولادها بلس طاب جيكون 13 مليون و800 واصل حتى باب الدار. خوتي خواتاتي واش نقول لكم؟ توم عليكم لي جيم والبارطاج، وحنا علينا بالخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. اتصلوا بنا على الارقام اللي تحت اللي توجور موجوده على الارقام اسفل، توصل السلعه عندك حتى للدار. اي مشكل راك في محلات اثاث الثقه، هذا من جوده ومن صنع محلات اثاث الثقه، الجوده تستحق الثقه. في الاخر واش نقول لكم؟ واش نقول لكم؟ كيما عودتكم خوتنا نقول لكم خوتي خواتاتي ان شاء الله دائما نكونوا خفاف عليكم، وانا نقول لكم اخر كلام سلام.